خليني اروح معاكم الى كده خبر، يعني انا مش عايزه اسميه فني ولكن انا عايزه اقول عليه خبر انساني. ليه؟ الايام اللي فاتت كان في حاله كبيره جدا من الجدل حول سلطان الطرب جورج وسوف، والكلام كله كان بيدور حوالين حالته الصحيه، وطبعا انه يعني ربما يبعد عن الساحه الفنيه لفتره او يمكن انه يعتزل، خصوصا طبعا بعد الحادث الكبير اللي ألم بيه، وهو يعني ألم بيه طبعا الحادث ده، وفاة ابنه الكبير وديع. طبعا دي أكيد عند أي حد فنان أو أب أو إنسان بيبقى محطوط في حالة يعني نفسية صعبة جدا يعني. فالناس الحقيقة لا تنتظر يعني يبدأوا هم يطلقوا الكلام، خلينا نتأكد. وانتم شايفين الصور ده في عزاء ابنه الأكبر وديع، وفرصة برضو ان احنا نعزي الفنان الكبير جورج وسوف. خليني معاكم مع الأستاذة الصحفية اللبنانية هنادي عيسى. مساء الخير أستاذة هنادي. مساء الخير مدام شركي، يعطيكي ألف عافية. الله يخليكي أستاذة هنادي. يعني قولي لنا آخر الأخبار، أولا طمنينا على يعني سلطان الطرب جورج وسوف، وقولي لنا ما دار من شأن الشائعات اللي يعني تداولت هذه الأيام. أول شيء جورج وسوف لازال يتلقى التعازي بمنزله بعد ما خلصت بالكنيسة بين لبنان وسوريا. طبعا. وحاليا يتقبل التعازي يوميا في منزله. وانا هتكلم مصري زي يعني كلمي مصري طبعا براحتك قوي، فانا بحب اللغه المصريه جدا واحنا اللبناني بنحبه وبنفهمه جدا. اتفضلي. الله يخليك. فهو دلوقتي بيستقبل المعازين كل يوم في بيته، وفود رايحه وفود جايه، شخصيات سياسيه فنيه انسانيه عاديه طبعا، يعني بيته ما بيفضاش طبعا. يعني حتى من مصر ناس جت من كل الدول العربيه، لانه هو يعني طبعًا. فنان كبير جدا جدا طبعًا. جدا طبعا بقى له 50 سنه فنان. صحيح. صحيا كويس، كل الناس تعرف ان هو من 10 سنين تقريبا تعرض لجلطات كبيره حقيقي، ان كان في الراس او في الايد، وربنا نجا حقيقي. فطبعا في متابعه من الاطباء بتوعه. صحيح. لانه الحزن اللي هو فيه كبير جدا جدا كبير جدا قوي قوي قوي. ده ابنه وسنده طبعا، واللي وقفه على رجليه، وابو وديع ابو وديع، فاسم ابنه يعني مرتبط بيه اصلا، يعني هو مرتبط بيه. ايوه. طبعا لكن هو كويس، هو راجل قوي. أيوة. زي ما قلنا اكيد قلبه محزون، ولكن الشائعات زي ما قلت مدام شركي برفقته من اول يوم حقيقي. يعني حتى اول ما توفى ابنه قالوا دخل المستشفى ودخل طوارئ، وهو صحيح. هو ما دخلش المستشفى. أيوة. هو اكيد هيتعصب. أيوة. يعني هيتعب، لكن ما دخلش المستشفى. بعد كده دخلوا في حاجات انه هيعتزل الفن، هو طبعا يعني نحن عندنا عدد اكيد في مصر زي لبنان زي سوريا 40 يوم حداد، محدش طبعا يتكلم طبعا بالفن. لا يعني انا مقدره، يعني انا عارفه قد ايه الانسان، يعني انا مريت بفقد كتير في حياتي، فانا عارفه قد ايه الانسان بيبقى مش قادر يتكلم اصلا، يعني حاسس محتاج وقته، محتاج ان هو الوقت بس يعني يرتاح فيه ويداويه. احنا كمان شفناه، يعني شفنا الفنان جورج وسوف الحقيقه في كل صور العزاء وهو يعني راضي وبيحاول يتقبل هذا الابتلاء الشديد، هو ابتلاء شديد، لكن شفناه مع عدد كبير من كل الفنانين لبنان والعالم العربي، وشفنا حاجات يعني كتيره في الصور يعني بتؤكد انه قادر، يعني بيحاول اكيد انه يتقبل هذا الابتلاء وعايز يعديه اكيد. يعني طبعا يعني مدام شافكي في يعني انا اقول لك حاجه، لو يعني حكي كثير انه اعتزال وما اعتزال، بعد ال 40 لو في حاجه عنده اداره اعمال هو شخصيا ممكن يتكلم، لكن تمام. اذا اردت طب قولي لي اتفضلي قولي، يعني وديع اصلا كان هو اللي بيدير اعمال الفنان جورج وسوف، فطبعا هنا هو هيبقى طبعا هيحتاج لاداره تانية ويحتاج شركاتهم، لكن في عنده مديره اعمال اسمها محاميه مايا مصر، هي المحاميه بتاعته، هي كل حاجه. ووديع بيروح ويجي بين لبنان وقطر عشان شغله كان في قطر. تمام.
فيعني محاميته او هو ممكن يسلمه بعد الأربعين لو في اي حاجه، لكن لو اتكلمت انا كمراقبه صحفيه وعارفه الوضع الوسط الفني ايه، انا اقول مستحيل جورج وسوف يعتزل. اول حاجه في حب ملايين الناس اللي هتدعمه واللي هترفض اعتزاله لو لا سمح الله كان عايز يقرر زي ده، لانه الحب الناس بيعطي دعم حضرتك تعرفي. ثاني حاجه والاهم انه جورج وسوف بشغله فاتح اكثر من 60 70 بيت. ايوه. بين موسيقيين، بين موظفين، بين عائلات في لبنان وعائلات في كفرون في سوريا. فيعني هيتخرب ويتقفل بيوت كتير، ونفسيه والطارم جورج وسوف مش هيعمل اي حاجه زي كده اعتقد. تمام. طيب يعني طبعا كلام حضرتك ده واضح واكيد. اذا احنا هننتظر لحد الانتهاء الأربعين ويكون هو قدر يعني يلملم شتات نفسه زي ما بيقولوا، واعتقد ان كل جدول الحفلات اللي كان، لان دي كانت بدايه السنه الحقيقه، وجدول الحفلات ده اكيد تم الغائه الى ان تبدا بقى عنده اداره جديده وتفكير جديد هيعمل ايه. لا هو هي الاداره هي نفسها دلوقتي محل يعني هيتابعوا انه جورج جونيور وحاتم ومراته ومواديع والمحاميه اللي هي دورها اساس. وانا بقول لك في شخصيه سعوديه كل يوم بتكلمه كل يوم عشان تدعمه، عشان تقول له لا لازم تكمل، الحياه بتكمل، اكيد الجرح ده كبير، ابتلاء من رب العالمين، لكن المؤمن بيقدر انه يتخطى اي صعوبات. لكن اي كلام بيواسي يمكن تكون الام مصدوعه اكثر، دي ام وحضرتك ام وتعرفي. طبعا اكيد اكيد. محدش بيدور على حاله الام كله عشان هو جورج وسوف هو النجم الكبير. صحيح. اكيد موضوع، لكن هو راجل ومع الايام هيقدر يتخطى الحزن ده، اكيد مش هينسى ابنه لكن هيقدر يتخطى الحزن ده. أكيد. أنا بتصور كمان إنه إحنا ممكن نشوف ربما مع سلطان الطرب جورج وسوف، ربما يعني هو حزن شديد جدا، ولكن أحيانا الأزمات يعني تنقلنا إلى مراحل أخرى، وربما تكون مرحلة فنية أخرى يعني يستأنس بيها وتحاول إن هي تشده من الحزن الشديد. يعني أحيانا يبقى عايز يحط طاقته في أي حاجة تانية، فربما هو يأتينا. يمكن نسمع أغاني مختلفة، شجن مختلف، صحيح، مختلف. أكيد 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 أكيد. آخر حاجة بس أحب أطمن من عليكي إنه يومه، يعني طبعا يومه أكيد كله مرتبط بالمنزل، يعني ما بيخرجش بره البيت. هو في البيت، وكان في معلومات انه هيطلع لكفرون، لكن زيارات الناس يعني حتى شيرين عبد الوهاب جت من مصر وعرضته، كذا فنان جم من دبي وعرضوه، فلا دلوقتي هو قاعد في البيت ومحاط بكل المحبين بتوعه وبيواسوه ويعني بيحاولوا يخففوا اي حاجه يشوفها الوديع. يعني دي معلومات من جوه، بيخففوا اي حاجه تفكروا في وديع في البيت، عشان وديع كان تقريبا يعني عايش بينه طبعاً. هنا وبين قطر، ممكن لو شاف جزمه، لو شاف بنطلون، لو شاف قميص يفتكر، فبيحاولوا يخففوا من الحاجات دي عشان زي ما بقول يخففوا عنه ويقدر يكمل. بس أكيد ربنا يصبرهم، يصبر أسرة يعني الفنان الكبير جورج وسوف أكيد، وكل التعازي لهم، وربنا يصبره، وإن شاء الله هذه المرحلة يعدي منها قد ما يقدر بسلام، وربما يكون الفن هو يعني هو السند اللي ممكن يكمل فيه، لأنه العمل ده بياخد طاقة البني آدم ويخليه على الأقل يطلع الطاقة بتاعته فيه. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله نعود الاتصال إذا كان هناك جديد ونطمن عليه أكتر. الأستاذة الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب زي ما أنتوا شفتوا كده، طبعا يعني الناس أحيانا ما بتنتظرش حتى إنها يعني
تشوف ايه الحكايه عند الناس لما حد بيتوفاه، حد عزيز عليه، لا هو هيقدر يقول انا هعمل ايه، ولا انا هغني، ولا انا هقعد، ولا انا، اكيد مش هيقدر، ده لسه ما كملش الـ40، بس احنا بقينا في زمن يعني ايقاعه اسرع من البشر اصحاب الحكايه بكتير، والناس بتتوقع تقول لك خلاص بقى يمكن كده مش هيقدر مش هيكمل، فبيبقى فيها نوع من انواع التعجيز للشخصيات دي. لكن لازم نسيب فتره كده ونحترم حرمه الموت، ونسيب الناس هي يعني تخرج بعد كده وتقول هتقدر تعمل ايه، لانه كل واحد اللي جواه ده ما حدش بيقدر يوصفه غير الاصحاب. نتمنى انه ربنا يعدي عليه الازمه دي ويعود الى نشاطه الفني، وربما تكون فعلا مرحله جديده ومختلفه تماما عليه.